المصري الدكتور محمد فكري الطبيب النفسي السابق للنادي الاهلي. دكتور مساء الخير. تنور، اهلا كتر سيف. ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي بيعيد التجربه تاني وبيعين دكتور نفسي، شايف حضرتك اهميه الخطوه؟ يعني بصراحه خطوه تاخرت كتير قوي، وخطوه انا بحييهم عليها، واتمنى، يعني كنت سامع حضرتك بتتكلم مع كابتن حازم، واتمنى ان المنتخب مصر الاول يبقى فيه مع في حد، واتمنى المنتخب الاولمبي، واحنا داخلين على التصفيات يمكن هم اقل خبره من المنتخب الاول، يكون معاهم حد. ويمكن وانا بكلم حضرتك برضو عاوز احيي اتحاد السله لانه هم تعاقدوا مع خبير او بروفيسور كندي، احد الناس العلامه في الطب النفسي الرياضي معاهم، وهم داخلين على كاس العالم، فدي كل دول العالم المتحضر بتعمل الموضوع دوت، احنا اللي متاخرين. فانا حقيقي مبسوط جدا بهذه الخطوه، وربنا يوفق الدكتور ان شاء الله باذن الله. انا عايز حضرتك تتذكر معايا اهم خطوه كانت مع جوزيه، انا عارف حضرتك كنت مع جوزيه، اهم خطوه اهم لحظه استعان بحضرتك، واهم كلمه قلتها للعيبه في توقيت صعب، كان ايه التوقيت؟ بص حضرتك، يعني هو انا لما رحت هناك النادي الاهلي، انا فاكر كان ماتش الاهلي كان بيلعب فيه، كان فاكر قوي ماتش دوت، كان ماتش الجونه، ولاعيبه كانت متنشنه جامد قوي، كنت اتكلمت معاه بعد الماتش، احنا كنا اصدقاء، فبقول له اللعيبه محتاجه انها تعمل تمارين الاسترخاء، فقال لي ايه هي تمارين الاسترخاء؟ فجبت له السكريبت بتاعها يعني، فبص فيها كده اهوت، وقال لي طب اوكي، وبعد شويه لقيته بيكلمني يقول لي تعالي لي على المعسكر، وابتدينا يعني الشغل. طبعا يمكن في المرحله الاولانيه ما كانش لسه، انا بتكلم على الموضوع ده كان 2011، ما كانش في قبول قوي للفكره. دلوقتي طبعا مع اللعيبه بتاعتنا بقى عندها تواصل اكتر مع اللعيبه الخارجيه المحترفين. ايه اللحظه اللي قعدت تتكلم فيها مع اللعيبه يا دكتور وقال لك الحقني؟ قال لك تعالى بقى خش حل معاهم انت؟ لا، ما هو حضرتك ما فيش اصعب ما كانت علينا من حادث بورسعيد بعدها، والتاثير تاثيره على اللعيبه، وانت فاكر حضرتك يعني اللعيبه كانت عامله ازاي ساعتها، والحمد لله ربنا كرمنا واللعيبه رجعت، ويمكن احنا خدنا بطوله افريقيا سنتها الحمد لله يعني. صح. بدرجه كام في الميه هل حضرتك بتحط الطب النفسي زي الطب التاهيل بنفس الدرجه؟ يعني لازم كل فريق زي ما عنده يعني تاهيل طبي، زي ما عنده دكتور في الفريق طبيب، لازم يكون عنده طبيب نفسي. هو حضرتك هو بيتقال كده هو ان اللعيب بيتكون من اربع حاجات، والاربع حاجات دول مهمين. موهبه هو بيبقى مولود فيها، وبعدين مهاره بتكتسب بالتمارين، واعداد بدني واعداد نفسي. فالمفروض الاعداد النفسي يمثل حوالي 25%. مين اكتر اثنين لعيبه تعبوك في النادي الاهلي يا دكتور؟ لا اسامي ما اقدرش اقول اسامي عشان جزء ما تقوليش محدش تعبك يا دكتور. لا بس اقول لحضرتك حاجه في الاعداد النفسي، ودي يمكن احد الحاجات اللي هي يعني ايه بتزعل الميديا مني، ان انا ما اقدرش اذكر اسامي. تمام، لان دي بتعتبر سريه من. طب اقول لحضرتك حاجه، تعبوك في الاول وكان ادائهم مبهر بعد كده؟ لا، ما في كتير كان، لا هم يمكن التعب مش في ان هم كان ادائهم مبهر بعد كده، هم كانوا تعبين في ان هم يتقبلوا فكره الاعداد النفسي. ايوه، مين بقى؟ ما احنا كلنا مش متقبلين وكلنا عايزين كل اللعيبه كل اللعيبه كانت مش متقبله الفكره في الاول يعني. تمام، يعني اقدر اقول لك 90% منهم، وبعدين بعد كده لما شافوا الشغل بتاعنا بقى وشافوا التاثير الدنيا فرقت يعني. طب مين اللي اول ما حضرتك جيت قال لك انا متقبل القصه ولقيته يعني مستسلم للامر؟ لا ما يعني بص زي ما بقول لحضرتك تقريبا 90% منهم ما كانوش متقبلين يعني. تمام، العادي يعني. ربنا يوفقك. انا قلت لحضرتك يعني اظن مش هقدر اقول اسامي عشان دي اسرار يعني. ولا يهمك يا دكتور، احنا كلنا محتاجين كده والله. تحت امر حضرتك. بعد الشر يعني. ليه بعد الشر؟ ليه يا فندم؟ ما دي حاجه صحيه، لان الناس تفتكر ان دي مشكله. ما هي دي مشكله يعني. بص هي برضه اللعيبه عشان بص حضرتك هي بتفتكر لما بنقول اعداد ناس يقول لك احنا مش مجانين، احنا لا هو اول سؤال لا مش محتاج الحمد لله انا كويس. طب ما انا انت احنا عارفين انك كويس عادي. انت كويس، انت بتتعرض لضغوط، طبعا لازم اعلمك ازاي تتعامل مع الضغوط دهي. صح، مدارك التوفيق يا دكتور، وبتشرف بوجود حضرتك. تحت امرك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.